أبو إبراهيم من عجمان يقول: هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يأكل التمر يضع النوى على يعني الأصبعين السبابة والوسطى؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، نعم صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أكل التمر يخرج النوى من فيه إلى يضعه بين السبابة والوسطى، هنا على ظهر السبابة والوسطى، ثم يلقيها إلى الخلف صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما يأخذ بيده، يضع هكذا ثم يرميها إلى الخلف صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا بعض العلماء قالوا هذه سنة عادية وليست سنة عبادية، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يربي الأمة ويعلم الأمة أن الإنسان إذا أكل تمرا ولا يخرج النوى بيده حتى لا يعلق اللعاب فيرجع ويضع يده في الإناء مرة ثانية. قالوا هذه يعني عادية من الآداب العادية. بعض العلماء ذهب إلى أنها سنة، والنووي رحمة الله عليه لما ذكر هذا الحديث، لما تعرض لهذا الحديث في صحيح مسلم، تعرف يا أبا إبراهيم بأن صحيح مسلم الأبواب هذه تبويب النووي وليس الإمام مسلم كما يفهم بعض الناس، لا، الإمام مسلم ما بوب، الإمام مسلم سرد الأحاديث، فالنووي رحمة الله عليه اجتهد ووضع عناوين للأحاديث، فذكر من جملة ما ذكر استحباب، فيما أذكر استحباب أخذ النوى بهذه الطريقة، يعني يلقيه من فمه إلى ظاهر أصبعيه ثم يلقيهما خلف ظهره. قالوا بأن هذه سنة مستحبة، والعموم الأمر واسع في هذا.